نبتدي اخبارنا مع حضراتكم. وانا كنت في بدايه الحلقه بتكلم انه احنا بطوله كاس العالم بالنسبه لنا تتلخص دلوقتي في مباراه الدحيل فقط ولا غير، نقطه ومن اول السطر. يعني ما حدش، اتمنى طبعا من جمهورنا دي ما حدش يشغل باله بما بعد، يعني لما نبقى نفوز نبقى نفكر في الخطوه اللي بعدها، لكن احنا كاس العالم كله دلوقتي هو مباراه الدحيل. ويمكن دي الرساله الواضحه، يعني يمكن حتى كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده كان ليه مجموعه من التصريحات بيتكلم فيها في نفس الموضوع ده، بيقول ان احنا بنقدر تماما المنافس النادي الاهلي في المباراه، دحيل فريق قوي وفريق ليه احترامه وبيضم عدد كبير جدا من الاسماء، وفي نفس الوقت ثقتنا كبيره جدا في نجوم النادي الاهلي، واكثر ثقه في انه شخصيه الاهلي بتكون حاضره بشكل قوي جدا في المناسبات الكبيرة. وأعتقد أنه اللاعبين كمان ونجوم النادي الأهلي مدركين لده، مدركين أن هم شايلين على كتافهم حلم لملايين النادي الأهلي، شايلين مسؤولية كبيرة جدا بتمثيل النادي الأهلي في واحدة من أهم البطولات اللي خلاص بقت جزء وتقليد من ثقافة الأهلاوية أن هم يشاركوا دايما في مونديال العالم للأندية. كمان خليني اقول لحضراتكم انه كابتن محمد الشناوي طبعا كابتن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اكد على اهميه مباراه الدحيل القطري اللي جايه، اكد على ان هي مهمه جدا وصعبه جدا، وقال كمان انه تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراه الدحيل القطري الافتتاحيه، ومفيش اي كلام عن اي مباراة تانية، يعني ما بنتكلمش أبدا على مباراة بايرن ميونخ. وقال كمان أن أي كلام عن مباراة بايرن ميونخ مرفوض تماما، وخاصة أن احنا بنتعامل مع الأمور خطوة بخطوة من أجل الوصول لمباراة بايرن ميونخ. لازم نتخطى فريق الدحيل القطري أولا، وكل اللعيبة عارفين الموضوع ده بشكل جيد وفاهمينه كويس جدا. وقال كمان أن لاعبي الأهلي عندهم حماس كبير جدا أن هم يحققوا نتيجة إيجابية قدام الدحيل القطري علشان يتخطوا الدحيل القطري ويكملوا مشوار كاس العالم بنجاح. قال أن هو بيحترم، أو الفريق كله بيحترم فريق الدحيل، وفي رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من اللاعبين في منافسات كاس العالم للأندية، وان هم سعداء جدا بالدعم الكبير من جماهير النادي الأهلي سواء عند استقبالهم في المطار او بمجرد الوصول لفندق الإقامة. وقال احنا بنتعاهد، مهم قوي الكلام ده، دايما على تحقيق الانتصارات والبطولات من اجل اسعاد جماهير الوفية، جماهير النادي الأهلي اللي دايما بتكون خير داعم لينا على كافة المستويات. طيب